ياهلا وسهلا ومرحبتين بيكم، معكم طارق الليبي على قناة شوف تيفي. في هذه الحلقة راح تشوفوا من برنامج هلال بالعرب، جمهور المغرب ضد جمهور السعودية. يا ترى من فاز؟ خليكم معانا في هذه الحلقة. معانا الجمهور من منتخب السعودية، نتعرف بالاسم. يا هاني، اسمي هاني فهد. محمد فهد. هاني بتال. هاني. نمشي عند الجمهور المغربي. عادل مبرشين. علي. منين؟ فاز. أحمد مبرشين. نبدو المسابقة. قبل ما نبدو المسابقة، ميسي مينا؟ Where is ميسي؟ مع الجمهور المغربي. ونبدو بأول سؤال، كم عدد مشاركات المنتخب السعودي بالمونديال؟ 6. صحيح. كم عدد مشاركات المنتخب المغربي بالمونديال؟ 6. تعادل 1-1. شو هو لقب المنتخب السعودي؟ الأخضر. أخضر. هاي شفتوه على القناة المعلومة. شو لقب المنتخب المغربي؟ أسود الأطلس. أسود الأطلس. ما هي أول مشاركة للمنتخب السعودي بالمونديال؟ 1994. أول مشاركة للمنتخب المغربي؟ 86. 78. كم؟ 78. قربت. 82. بعدت. 74. نعم. 74. قربت. 70. 80. 70. صحيح. 70. حرام. من هو هداف منتخب السعودية؟ ماجد عبد الله. ماجد عبد الله. معلومات قوية عندك. من هو هداف المنتخب المغربي؟ مصطفى حادي. خلينا نقول ممكن عبد الجليل حدة. كاماتشو. لا. مصطفى حادي. منو؟ مصطفى حجي. لا. أحمد بهجة. لا. منو هداف المنتخب المغربي تاريخيا؟ أحمد فراس. منو سجل أول أهداف المنتخب السعودي ضد المنتخب المغربي؟ أنور فؤاد. أنور فؤاد. وسامي سامي الجابر. سامي الجابر. من سجل الهدف الوحيد في 94 ما بين المنتخب السعودي والمغربي؟ شاوش. صحيح. صحيح. من سجل أول أهداف المنتخب السعودي بكأس العالم؟ أنور فؤاد. أنور فؤاد. قوي. من سجل أول أهداف المنتخب المغربي بكأس العالم؟ ما جيب الجواز. هذا عنده ثقافة مغربية. مين؟ من سجل أول أهداف المنتخب المغربي بكأس العالم؟ حسن شاوش. لا حسن شاوش. أحمد فراس. لا مش أحمد فراس. اسمه حمان. حمان. هو اللي سجل أول أهداف المنتخب المغربي بكأس العالم. 70 مرة قديم. 94 كلنا. الجمهور المغربي فاز على السعودية. مبروكين مبروكين. كيف قلنا؟ هدف البرنامج هو تقريب العرب. المنتخب السعودي خسر بس هنأ المنتخب الجمهور منتخب المغرب. مبروك عليكم. شكرا. هذه هدية من قناة شوف تيفي. مشان ان شاء الله تروحوا تشجعوا المنتخب المغربي ضد منتخب بلجيكا ان شاء الله. هني علي. تحياتي عبدو. عبدو تعويق.